كيما كتشوفوا الرجيلات كيبانوا غوز بيبي، داك اللوين زويون ماشي احمر مشعشع، ومني كتلبسوا السنيدلات كيبقى يبان غير الحواشي هكاك اللي غوز. نتمنى لانكم تجربوها. اهلا صحباتي، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم ومرحبا بكم سور ماشين. كيف ما كتعرفوا على ان فصل الصيف كيبقاو لنا لي تراس ديال الصنداله اولا ديال الدوره ديال الصباط في رجلينا. المهم ان شاء الله اليوم غادي نتهلاو في الرجيلات ديالنا باش نفتحوا اللون ديالهم ونتخلصوا من الاسمرار اللي كيكون فيهم ولي تراس ديال اولا الحروق ديال الشمس. ما تنساوش تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا ليا لايك على الفيديو الى عجبتكم طبيعه الحال، وتكتبوا ليا كومونتير باش نعرفكم راكم تزوم هنايا. اول حاجه في هذا الروتين طبيعه الحال هو اننا كناخذ واحد البانيو اللي غنغسلوا فيه رجيلاتنا، يكون فيه الماء دافي غادي السخون، تنديروا فيه واحد شي شويه ديال جيل دوش اولا صابون ليكيد، وكنرغوي هكا وتنحط فيه رجيلاتي لمده ديال 5 دقائق باش يتفتحوا لنا المسامات وباش داك لابو مورت كترطب، ومن بعد كنحكم بالحكاكه كان انسيستي على القديمات باش كتحيد لينا داك الطبقه ديال الجلد الميت، ومن بعد كنقوم بالفرك ديالهم بان غوماج اللي كنصاوبو دائما كيعجبني بزاف. نتمنى على انكم تجربوه والنتيجه ديالو زوينه، ما تستهنوش به البنات لحقاش عنده فاعليه زوينه بزاف، ممكن ديروه تجربوه غير في يديكم وتلاحظوا الفرق. كناخذ شويه ديال الملح ديال الطعام اللي كناكلو، كنضيف عليه شي شويه ديال الزيت الروميه وصافي، وكنقومي به رجليا. فبطبيعه الحال مور ما كنكون حكيت بالحكاكه ضروري كيبقى واحد الشنيتفات، هذا كيخلصنا من داك الشنيتفات وكيزيد يرطب لينا الرجيلات، وعاد كيقومي ليا رجلي من الفوق مزيان حيت الفوق ما كنوصلوش بالحكاكه. صافي هكاك بحركه دائريه حتى كنحس برجيلاتي ولاو رطبين، وكنعاود نشللهم في داك الماء. هاد الطريقه ممكن ديروها يوميا وفي اي وقت بغيتو تلبسوا سنيدله ويبانوا رجيلاتكم بيضين ونقيقين. طبيعه الحال ماشي نقيقين صافي ديغ كو كانوا مسخين، مي نقيقين كيبانوا هكا ناضرين. دابا كندوز للتطبيق ديال الخليط اللي صاوبتو معكم. غادي تحتاجوا جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز سواء المعجونه اولا الخميره الفوريه اللي كتكون حبوب، كناخذ منها جوج معالق كبار. المكون الثاني عندنا جوج معالق ديال النشا اولا ديال الطالك، نتوما واللي عندكم تواجد، كذلك ممكن تستعملوا الطين الابيض الكاولان كلي اولا لارجيل بلانش، زوينه بزاف حتى هي كتفتح اللون ديال البشره، وحتى هي غزاله كتحيد لينا داك التصبغات الجلديه، كتحيد لنا داك لي طاش اللي كيكونوا عندنا في الرجيلات ولا في لابو اون جينيرال، كتفتح لينا اللون ديال البشره. لي زارجيل اون جينيرال هما مزيانين لابو، وسورتو لارجيل بلانش كتعطي تفتيح زوين بزاف. بالنسبه للطالك دائما انا كنوريكم كنستعمل هذا ديال بيبي سات ديال لا مارك بلانتيل، هذا غالبا كنجيبو لحقاش رخص من ديال جونسون بيبي، وغادي ناخذ منه معلقه، ودرت هنايا معلقه ديال النشا. دونك هنا عندي النشا انا نخلطهم بجوج، نتوما يمكن لكم ديروهم بجوج اولا ديروا واحد فيهم نتوما واللي حبيتو. هذه معلقه هنا ديال النشا، غادي نضيف ليها واحد معلقه كبيره ديال الطالك، نخلطهم بجوج وغادي نحاول نجمع بهم الخليط. المكون الثالث واللي هو مكون كذلك زوين في الوصفه وكيحيد لينا اولا كيعالج لينا لي شامبينيون اللي كيكونوا في الرجيلات، كيفتح لينا اللون كيبيض حتى هو. هذه تنقول عن تجربه، خاصكم تجربوا الوصفه باش تاكدوا من الصحه ديال الكلام ديالي. ما كنجيبش لكم وصفات غير هكا، كما كنقول لكم دائما فيا ما ندير لكم كل نهار وصفه بحال باقي القنوات اللي واصلين لعدد كبير من المشتركين، ولكن انا ما كنشوفش تما كاينه مصداقيه، لان الوصفات اللي كنتقاسموها احنا معاكم ما يمكنش نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. دونك خاص تجربي، وباش تجربي خاصك واحد المده عاد باش كتقدري تحكمي على واحد الوصفه ولا على واحد الخليط اللي انت صاوبتي. المهم هذا الخل العادي البنات، هذا ناخذ واحد الاناء غادي ندير فيه الخميره ديالي ونزيد عليها الخل،
غنحاول ندوب داك الخميره في الخل ممكن تضيفوا البودره الا بانت لكم جاريه بزاف ممكن تضيفوا احد البودرات دابا غادي ندوز معكم للتطبيق ديال طوشي فراشه هكا ديال البلاستيك بحال هاد الجلده ديال الحمام باش ما توسخش لكم البلاصه فين حاطين رجيلاتكم باش ما ينساليو وتغسلوها فاسيلمون ما تلقاوش راسكم قديتو شي وخربتو شي. المهم كندوز الخليط على رجلي كامله وكنكون حاطه حدايا بابي سولوفان هو اللي فاش غادي نجمع رجليا كما كتلاحظوا ما كنزح حتى شي بلاصه. وهذا الخليط هذا راه ما يمكنش تحتفظوا به اون فوا تساليو منه صافي خاصكم تلوحوه. هنا لويت رجليا البنات في السلوفان وغادي نلبس صبابات ديال الميكا. الا كان عندكم صباط ديال الميكا لبسوه، ما كانش عندكم ممكن ديروا تقشرات فوق من هاد السلوفان غير باش ما يبقاش يزلق لكم مع الصنداله. وغادي تخليوه يغوبوزي واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه ما تفوتوهاش البنات، فهو ما كيحرق ما حتى شي حاجه عادي جدا، فقط انه كيطري لنا الجلده من التحت ما تبقاوش الرجلين حرشين وكيعطيهم واحد النظره. هنايا البنات غادي نغسل رجيلاتي ونشفهم وناخذ لا كريم ايدغاتونت اللي صاوبت. تكونوا تبعتوا معايا حتى وصلتوا لهاد المرحله هذه. المهم دابا غادي نصاوبوا مرطب اللي غادي نرطبوا به الرجيلات ديالنا، بقاو حمامرين بحال ديال لابيبي، اللون ديالهم بلوتو غوز وخفيف زويوان ماشي داك اللون اللي تيبان مطوب. انا كناخذ هاد الكريم هادي غنيه بلا غليسيرين، هادي ديال افون راه هاد البو كامل كيتباع بشي 55 درهم. كناخذ واحد الكميه هادي راها كافيه. غادي نستعمل الاناء اللي كان فيه النشا قبيله، معليش. ممكن على انكم ديروا الملون الاحمر تاخذوا منه واحد شويه وانتم كتحطوا هكا وتخلطوا حتى تحصلوا على اللون الغوز. سينو انا كنت خديت هذا واجد، هذا ديال ماي واي. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كونسوميت من عند ماي واي وعجبني لا كولور ديالو زوينه، مي سينو انا كنخفوا كما كتشوفوا. انا غادي ناخذ منه واحد شويه، هذه راها كافيه، وغادي نخلطها مع الكريمه ديالي. هاد لا كريم هادي راه اللي مجربينها، اون فوا كتحطيها على لابو فهي كتنشف كتجي بحال دايره شي كتولي بحال دايره شي بودغ ولا شي حاجه. مهم انا ما كترطبليش رجلي، فيها غير اللون صافي. هذاك علاش كنخلطها انا مع كريم ايدغاتونت. البنات اللي غادي يسولوني على الكريم ها هي، سميتها العروسه كريم كعب الغزال. انا حاولت نجرب لكم واحد شويه ديال الملون مع الكريم باش تشوفوا النتيجه ديالو. ها هو كيعطي اللون احمر بزاف، واخا تحاولوا تخفوه ما كيجيش بحال هذا اللون هذا غور. هذاك علاش انا كنفضل هذا على الملون الاحمر، واللي غتستعمل الملون الاحمر خاصها تستعمله وبحال لافي ولا غدا تغسل رجليها باش يتحيد ليها اللون باش يتخفف شي شويه اللون. اما هكا كيطلع يا البنات شوفوا انا كنبدا بالجناب هما الاولين، كنحاول ما نطلعش للفوق تنهبط لتحت وعاد كنكمل رجيلاتي بالكريم البيضاء. كنرطبهم وكنلبس تقشرات واحد ربع ساعه حتى هي واحد نص ساعه وكنحيد تقشرات. وهانتوما تتلاحظوا ممكن كذلك ديروها في الليل وتبقاو حتى الصباح وتشوفوا الرجيلات كي دايرين رطيبين وكيزيد داك اللون كيطلق في الرجيلات وكيولي اللون ديالو طبيعي والرجيلات كيوليو كيحمقوا. البنات نتمنى على انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر وتشوفوا الرطوبيه كيفاش دايره يا البنات، والرجيلات كيبانوا ضاويين لامعين ما كيبقاوش هذوك لي تراس كيبانوا، ومع الاستعمال المتكرر كيمشيو هذوك لي تراس بيان سور. دونك هذه هي النتيجه البنات اللي حصلت عليها. نتوما كما كتشوفوا الرجيلات كيبانوا غوز بيبي، داك اللوين زويون ماشي احمر مشعشع، ومني كتلبسوا السنيدلات كيبقى يبان غير الحواشي هكاك لي غوز. نتمنى على انكم تجربوها وداوموا عليها البنات، وما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم تعطوني رايكم. كنبغيكم بزاف، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.